أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، الحديد ذكر في القرآن 6 مرات. لو أخذنا هذه الآيات 6 وحللنا حروفها نجد أن الله تبارك وتعالى استخدم في بناء هذه الآيات 6 من الحروف الهجائية 26 حرفا بالضبط. طب لماذا العدد 26؟ إنه عدد الإلكترونات في عنصر الحديد أو العدد الذري للحديد. كذلك أيها الأحبة، هناك نظير للحديد، النظير 57، وله خصائص مهمة جدا مغناطيسيا. من أهم النظائر المغناطيسية للحديد الحديد 57. لو ذهبنا إلى السورة رقم 57 نجدها سورة الحديد، فسبحان الله.